السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم كريمة علي. النهارده جايبه لكم فيونكه. فيونكه ده بقى كل اللي عنده لزوم الشتاء. هقول لكم الاول مكانه. فيونكه في بورسعيد، شارع الحميدي والغوري. شايفين الاشكال الجديدة والجميلة دي؟ يعني دول كده عشان هم مقفولين من ورا، دول ب120 وب100، بس شكلهم حلو جدا ويدفوا يدفوا جامد جدا في الشتاء دوان. اما دول بقى ب80 جنيه بس، وبرضو الصف ده كله بكل الالوان الحلوة دي برضو ب80 جنيه بس. سليبر العرايس ده بقى ب50 جنيه بس. اما الاطفال العسل ده بقى ب50 جنيه. اما هنا بقى مقاسات كبيرة شوية، ب85 وب90. حاجة الأطفال دي بصراحة تحفة وشكلها جميل جدا جدا، وسعرها طبعا موجودة. هو أما كل الحريمة دول بقى عليهم عرض ب180 جنيه بس. شايفين الأطفال العسل ده ب120 جنيه. أما المقاسات الكبيرة دي ب180. دول كلهم لزوم الدفى. الأطفال دي من مقاس 24 لغاية مقاس 28 أو 29 ب80 جنيه بس.
كل ده بقى المقاسات الأكبر شوية ب90 جنيه. محل فيونكة في بورسعيد شارع الحميدي والغوري. أما هنا بقى الحريمي والرجالي. ب110 لكن الشكل ده ب120. أما كل ده بقى 80 جنيه بس. دول بقى ب50 جنيه بس. دول بقى ب120 يعني أي واحد مقفول ب120. محل فيونكة في بورسعيد شارع الحميدي والغوري. وده كان المكان بتاعنا النهاردة. ما تنسوش اشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لي اعجاب وتشيروا لكل اصحابكم.